كردو ده كردو هيدا العجم اللي عم تقول اكثر شيء فرح ومسكين لا لا هيدا هيدا ايه حتى الاورينتال اسمه عجم بس هو من مجر مجر بس قريب من الكورد كثير قريب من الكورد لك كيف صار الكورد بينا شو قرب مره مش قريب شو هيدا مقام الكورد اوكي بعد شوي بدي احذركم بدكم تحذروا مش عم بمزح هلا لا لا مو جاهز صبر بيات لا 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 مزبوط لا اجيك اوه وش خلينا مقام الرصد بعرفهاش اصلا انا بعرف هذا هو المقام الاساسي بالموسيقى العربيه اعطيني غنيه على الرصد مثلا غنيه في بحر اغاني اعطيني غنيه عمال تجري ابني وبحري تنزل و يا بابور قول لي يا بابور قول لي رايح ليش دورينا رحت على مليون خلوني كمل هون شو هيدا بيات هيدا مقام بيات اوكي ما لا ترجع تعيده؟ زك شو؟ ترجع تعيده ما لا البلان اوكي هيدا شو؟ هذا مقام هتلر هو مش عارف شي مش هو اعتبر عرفته مضيع يعني هيدا مقام الكورد ييه؟ شو هي اللي هي تقعد اللي هي هونيك بيز حتى ما نحاول هي على نوت واحدة شوفوا من رح انطلق من نوت واحدة ولعب لكم كل المقامات لت انتو تميزوا الفرق عددين اوكي يلا اذا عم نلعب من هون عملت هيك بيت شو هيدا هذا البيت اتفقنا عليك ريني فاصل فامي ريدوري غنوا بليز ريني فاصل فامي ما تران تحط 3 4 ريمي فا سول فا سول ريمي فا سول فا مي ري دو ري مش عم لكم قولوا لي السيمفوني نمرو 3 تبع بيتو اوكي ريمي فا سول فا مي ري دو ري غنوا غنوا 3 4 عم بلعب عم غير نوت وحده بس عم روح على مقام تاني كورد هيدا شو صار؟ كورد احفظوا سيبوا بدانتكم اسأل حدا شو مقام الغنية وما يعرف غنوا كورد 3 4 بذات الإيقاع 3 4 اوكي غيرت حجاز هيدا شو؟ هيدا مقام الحجاز 3 4 بعد مرة بصوت عالي بليز غنوا لي الكورد كمل كمل مي مينور اللي هو غنوا دغري بليز بعد هذا شو اتفقنا شو هو نهوان شو صرنا شايفين نهوان كورد والرصد ما فيش رصد يا ابني قلنا الحجاز نهوان كورد وبيات كورد
وبيات وحجاز وبيات مش بيات بياتي رح ألعبه على السمع قلولي بلين بدي نقي واحد يقلي شو هو المطعم نقي أوكي. واحد بس شو اسمه لحظة سقطت كورد شو اسمه كورد أنا بنقي ما حدا يقول بيه أوكي. هذا لازم يكون مطبوع ده اخر واحد اكثر يعني اكثر مقام بيميز الاسر الشرقي زي الاذان هذا هو مقام الحجاز اوكي اوكي غيرت ده لا راست شو راست ده خلونا اليوم بس قوموا احفظوا هودي الخمسه الرصد البياتي الكورد النهوان والحجاز طيب ممكن تعطيني بس غنية على كل واحد اذا اعطيتك غنية في 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 بحر احفظ لي اساس المقام شو هو هلا يعني بديك انت بس تسمح يلا غنية تعرف شو هو المقام برجع بعيد بدي تحفظوا هودي الخمسه بس من اصل زليار بس احفظوا لي هول الخمسه شو حجاز حجاز كورد كورد اذا زي بعض لا في على ثانيه بس يعني كله بيبقى يعني على مصر يعني انت عشان النص فين عشان نرجع بعد كده هيدا شو حجاز هيدا كورد كورد يا غايب ليه ما هيدا بيات رصد بيات بيات رصد هيدا نهواند رصد رصد اوكي غيرت نص نوت شو هو هيدا صار؟ نو هيدا النهوان انا سمعهم انا سمعهم زي بعض اني جرب احزن معي وخصني بال انا هاف نثينج تو دو اورينت بس ما فهمت ما فيني احزر؟ اكيد فيك تحزر يعني كان يو كان يو تراي لا بس عم تقول لي انه ما خصني ما خصني بالاورينتال عادي عادي شو عم تعمل؟ كثير عمل الكل في شيء بشعري انه بكله سحلة بس لا ديفيرونس سي اون نوت او هودي الخمس مقامات ما رح كمل شيء الا لما الكل يحزروا شو هن لا في في حاجات ما بنسمعش الفروق بلش مع سارة شو هيدا سارة ركزوا بس على السمع على دينتكم وقولوا لي نهوان احفظوا جربوا احفظوا الميلودي بس براسكم هذا النهوان مينور العادي كلكم غنوا بليز اطواء كاح كلكم بدي اسمعكم هذا شو؟ نهوان حفظت خليني كمل حفظت بعد مره غنوا بليز هلا فرق على ربع نوت بس سيركو. تغير مقام صار الرصد فات الاورينتال سوري الأكل جلسوا ليه يا طب هاي غنوا طواء كعب أعلى شوي شو اسمه هيدا راس نتذكر اللي قبله نهوان شو هيدا نهوان يعني من محل ما بلعبه رح يضل اسمه نهوان إذا لعبت حتى هيك هلأ أنا شو هيدا؟ جواب هذا جواب ما له علاقة المهم بضل المقام هو زيت التمثيل أوكي. أوكي؟ إذا لعبته من الري أو من السول أو من وين ما لعبته ما بيتغير اسم المقام بضل هو زيته هيدا شو؟ نهوان راست فين والله بجد أنا مش سامع التون ما قادرين تميزوا الفرق بين هيدا لأنه شرقي يعني. دخل فيه اوكي طب يعني لا في الفرق بس يعني
اركز سنة. في فرق في فرق. أيوة سنة. هذه هي يعني شوفوا ما هذا هو الربع صوت. إذا لعبنا تيرا هذا نهوان. إذا فوتنا ربع صوت فات الشرقي. تيرا ربع فين؟ فين الربع على البيانو؟ وين الربع؟ بيجيبوا منين؟ ما في مهنصاص بس. أيوة أنا بعمل الرباع لكن الربع أنت بتعزفه عشان إحنا نغني منين؟ فين؟ أنا ما بغني رباع. لا كلكم كلكم بتغنوا انت بتصيبي مرات من دون ما تعرفي انه عم بتصيبي بالضبط. خليني اشرحها على التابلو بليز. حطوا لي تابلو. حدا حط تابلو تقدروا تشوفوا شو عم بتصيبي. استاذ خليها هلا احنا مثلا بالعاده مثلا باخذ غنيه مثلا لو افترضنا اللي هي بنفسك رصد خلص بصير انا مثلا بسمع نغمتها اللي هي بنفسك قول رصد مش هيك اسهل؟ ما بدي انا بدي اياك تفهم المقام مش تفهم غنية. بتمحى معكم؟ ايه محو اوكي. اللي رح اكتبهم هلا التنين في فحص فيهم. لا لا اللي بال التنين في فحص فيهم. لا حول لا ماني لا جامعة لكم التنين في طب بدي قلم اللي بال بعد اللي evaluation يعني بسرعة رح اشتغلهم ونحفظوهم. شو خطر لك؟ زهقي يا حبيبي. شو خطر لي ولا شو خطر لكم انه بعيد بعيد المقام من اول برايم لهلا وصل البرايم 13 بسالكم شو هو المقام؟ ما حدا معه خبر. انتوا ليش خطر لكم؟ الم عقلي بيتحملش كمية كلمة والله غدا ما عندك مشكلة زي كلها وانا خلوا البورد مطمحوا وجاركموا اوكي رح نشتغل بس على اربع نوت دوري مي فا منها من هون بدكم تفهموا كل التركيبة المقامات. من هون في شيء اسمه ابعاد صوتية ايه البعد بين كل نوت ونوت. التركيبة اصلا يلي هي هي واحد واحد نص اوكي بين الدو والري في واحد بعد كامل والري والمي كامل والمي والفانص اوكي اوكي. الشرقي بس يفوت بغير تركيبه هيدي الابعاد بيصير في عندكم ثلاث ارباع صوت يعني بيكسر القاعده يلي هي واحد من هون لهون ونص من هون لهون بيصير عندكم ثلاث ارباع بين الري والمي وثلاث ارباع بين المي والفا. اوف هيدي كل موضوع الشرقي. هلا كيف تركبون على بعضهم بيصير عندكم المقامات. يعني اذا قلنا دو ري مي فا وهون عملنا واحد هون عملنا ثلاث ارباع هون ثلاث ارباع هيدا اسمه مقام الرصد. اوكي هلا بنلعبهم بس اول شيء كتيوري حطوهم براسكم تفهمون. اذا عملنا من هون لهون واحد ومن هون لهون نص يعني حطينا بيمول. بتعرفوا انه البيمول هي اللي بتوطي نص ودياز هي اللي بتعلي نص. اوكي بيمول لهون صار عنا واحد نص واحد هذا اسمه مقام النهوان. خليك فيك تترون الانجليش كمان حدو شايفين وجهك لا هاودي يعني بليز. اوكي اذا عملنا نص